أطلق سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية مبادرة منشلة الخير في نسختها السابعة من خلال توزيع ما يقارب من 2000 صندوق. نعم، حيث يأتي هذا تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وبعد النجاح والمردود الإيجابي الذي تحقق على مدى الأعوام الماضية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمتطوعين ومنتسبي المحافظة. وبهذه المناسبة أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن المحافظة حريصة على إطلاق سلسلة من المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، وتعتبر مبادرة ماتشلة الخير ضمن أولى المبادرات التي حققت نجاحا متواصلا ومستمرا، وذلك لدورها الرائد في تعزيز نهج التواصل المستمر مع المواطنين والمقيمين وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والسير على سبل التكافل المجتمعي لما فيه الخير والنماء. كما أوضح سمو المحافظة أن المبادرة استطاعت أن تحقق نجاحا مميزا في ميادين العمل الخيري والمجتمعي، حيث تضع المحافظة على رأس أولوياتها الشراكة مع الأهالي، منوها بأن الفرق التطوعية أثبتت بجهود وإشراف موظفي المحافظة الجنوبية دورها المنشود في خدمة أهداف هذه المبادرة الخيرة من خلال مشاركة القطاع الخاص كشركة إبراهيم خليل كانو وإشراك المتطوعين وجمعية بصمة خير ضمن المؤسسات الأهلية، وذلك لإبراز هذه المبادرة الخيرة وإرساء المبادئ المجتمعية الحميدة. طبعا اليوم ينا حق تدشين الحمله السادسه من ماتشلة الخير رقم السابعه، وهذه يعني في شراكه مجتمعيه بين جمعيه بصمه خير دائما مع المحافظه، وان شاء الله باستمرار معاهم. فنشكر سمو الشيخ خليفه بن علي محافظ محافظه الجنوبيه على يعني أعطانا الفرصة للمساهمة معهم في هذه الحملة. نتشرف في كل عام كمحافظة جنوبية بدعم وحرص سمو محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة لإقامة هذه المبادرة الخيرية الاستثنائية في مجتمع المحافظة الجنوبية. هذه المبادرة ماشية الخير تقام في كل عام، ونحن في العام السابع على التوالي، وذلك ضمن حرص المحافظة كذلك في تعزيز الشراكة المجتمعية بين أهالي المحافظة الجنوبية. تم اليوم ترشين ماتشلة الخير رقم 7، الحمد لله على 7 سنوات على التوالي تم ترشين ماتشلة الخير، وإن شاء الله راح من اليوم تتوزع على جميع مناطق المحافظة الجنوبية بمبادرة كريمة من سمو المحافظ سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة. تم اليوم الترشين ولله الحمد مع المتطوعين ونخبة كبيرة من الموظفين المحافظة الجنوبية. أنا محافظة الجنوبية لإطلاق مبادرة ماشلة الخير للنسخة السابعة، ونتشرف كشباب متطوعين أن نشارك في كل عام.